الشيء الجميل في تحدي القراءة العربي أن المطلوب مش بس قراءة الكتب، وإنما استيعابها وتحليلها وتكوين رأيهم الشخصي عنها. عشان جي سألنا طلاب الإمارات لو بإمكانهم يسألون مؤلفهم المفضل أي سؤال، يا ترى شو بيكون؟ المؤلفة ميثال خياط، ماذا تعطي نصائح للأطفال المبدعين الذين يحبون التأليف؟ سأختار المؤلف سبنسر جونسون. من الذي حرق قطعة الجملة الخاصة بك؟ للكاتبة أميرة المرزوقي، كيف تستطيعين أن تكتبي هذه العبر الجميلة، أن تبرزي أفكارك؟ أقدم شكري للمؤلف عبد الله الدليمي. سأسأله، بعد كتابتك لكتاب رؤيتي، ما هو شعورك الآن وأنت ترى أن رؤيتك قد تحققت بالكامل؟ كيف استطعت أن توفق بين الجانب السياسي وأيضا جانب الكتابة وهوايتك في الكتابة؟ وأيضا سأسأله كيف أصبح تحدي القراءة اليوم هو تحدي نبراسا يمثل نبراسا يضيء حلقة الظلام. هذه الطلاب هم من بين أكثر من نصف مليون طالب شارك في تصفيات الموسم السابع في الأرض التي انطلق منها تحدي القراءة. وأنتوا منو مؤلفكم المفضل وشو تبون تسألونه؟